Shine. تونس ان شاء الله ربي ينصرها ان شاء الله ربي يبعث عليها ولا تحرم ولا تحرم ان شاء الله ربي يخليها لنا ان شاء الله يا ربي حن ينظفها لنا ان شاء الله بعدهم علينا هاك المجرمين الكل ان شاء الله ربي يخلي انا في تونس وخيتي علاش باش تكذب علي ولا هو تو جا وانا القلب نتاعي تقشعر خليك يا باهي يا غالية. لا مبروك الخماسي وعنده شير الرياحي راجل محلي عنده تجربة في الدنيا تسمعه يتكلم تسأله في كل المجالات يشاوبك وكل رسانة وكل حكمة ولقيت عنده الكلمة الحلوة عنده شير شحوي لباس صحيحة لباس ديما شباب نبيل سليمة مرحبا بيك مدير دار المسنين في روميليا وأكيد عندنا ما نحكيه عنده شير شعلمتك الدنيا علمتني برشا حوايج برشا اللي هي الحمد لله اش تعلمت منها الدنيا؟ تعلمت بها الصبر في جهات الحياة وحب الاطلاع ايوة وعلمتني كنت عدم التسرع في الدنيا هذه كيفاش نشوف جيل توا عم بشير؟ جيل توا من الشباب هذا تقول هذا وقته ولا تقول ياسر متسرع وياخذ القرارات فيسع متسرع ياسر يعني كيفاش؟ شو ننصحوا جيل توا؟ شو يقول لك هو تو جيل السرعة تو وقت السرعة الوقت غير الوقت وقتكم توما تمشي واحدة يقولوا على مهل احنا تو وقتنا يسمك تجري للدنيا باش ما تفوتكش وباش الترين وما يفوتكش عم بشير نعم هم اهالي اللي حبوا الحياة بتاع السرعة من حقهم قول انت هذي وقتهم تو وين الدور الدنيا ويكبروا يرجعوا النصيحة اللي تنصحي لهم النصيحة نقول لهم كنت ولا الحياة هذه مدوش اي يزم يستغلوها وربالك لطيح وبرنا اي لطف علي قديش عندك صغيرات في الدنيا عندي شيء لا ما عنديش ما عندكش صغيرات ايش كنت تعمل في الدنيا ايش كنت تخدم عامل يوم ايش تعلمت من الناس اي الاحترام للغير اي ولا الصبر هذا تصبروا فهمتني ولا الخدمة الباهية خدمة خاطر قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من غش أنا فليس منا أيوة يعني واحد يمشي قد قد وظلم يمشي قد قد وربي يستر وربي يستر أمي مبروك شعل مرتك الدنيا عمتي برشا حبيبتي اللي يهمك ريت الخير وريت البيت والحمد لله صبرت وخير تعلمت خريت وتعلمت وخرجت في البداية إذا تسمع نتوجهلكم بالتحية الحارة على تفضلكم بزيارة مركز رعاية المسنين من روميليا وهذا دليل على كبار السن معناها محظوظين وفما اهتمام بهم من طرف كل الأوساط وهذا يعبر على حضارتنا وتقدمنا وحرصنا على التآلف بين الطبقات. أنا أحب إذا تسمح كذلك نتوجه بالشكر لكل الذين نلقى منهم قريب العناية فما برشا على خاطر الناس بتدوش وذكروا كل أما اللي بيه الفايدة فما برشا عناية وفما برشا احتضان بعدة أرشدة ومساعدات للمركز. أنا نحب بسرعة نتحدث عن الفريق المتنقل. فريق المتنقل نعتبره فتح لأنه يسمح باش نجعلوا المسن يعيش في الوسط العائلي بتاعه مهما كان عدد الأفراد بتاع العائلة يشعر بالدفء العائلي وبالحنان وهذاك عنده معنى ويشعر بالألفة لأنه مش يعيش في هذا الجو هذاك ونحاولوا قدر المستطاع وقاعدين نحاولوا باش نوسعوا في عدد الفريق أن نقوموا بزيارات مرتقبة للجماعة أنها يهمنا أمرهم
ونمدوهم بيلزم من مساعدات متأكدة بما فيها الجانب الصحي. في ذو القبا يراوي نورا على بحيرة وشكلا أنا وحبيبي فوق الزورق أنا وحبيبي فوق الزورق أنا نغني أنت تسمعني أنا نغني أنت تسمعني شفت السعادة كلها نسيت هذا غريبني وتطير الساعة على فلوك التنة نسيتها بخي نسيت والله نسيت أنا وحبيبي فوق الزورة أنا نغني أنت ما تسمعني أنا نغني بعدي بحلى السعادة كلكم يا عيني عليك فكر فيه اللي ما في عمره ما يعود ما تفكرش ما تفكرش يكفي ما تبكيش عليه وارجع لفراقك وعود ما تفكرش ما تفكرش فرحة قلبي يسعد بيه ما تفكرش ما تفكرش اسعدني بفراقك جود ما تفكرش ما فرحة قلبي يسعد بيه المستقبل راه لينا قول 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قول 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حب مناسبه احتفال اليوم العالمي للمسنين اللي تضمن البارح تحت شعار كبار السن طاقة جدا للتنمية حاب نهني جميع أبائنا وأمهات المسنين إن شاء الله ربي يفضلهم لعيد المسنين وفي الحقيقة أيام من كلنا عيد نحبوا أسمع تيمة نتذكروا موش كان مريرة في الفيل وقت يجي اليوم العالمي يقولوا ها ها وهنا ونصرتوا الأبواب أيوة أيام المسنين كلها عيد بتقسم ما نتقسموش على نهار بركة نحن أيامنا نعبي على مدار السنة نحتفلوا ننظم حفلات وندوات علمية هذا غرض ما بنسبة الاحتفال باليوم العالمي الوطني لكبار السن لورد اكتوبر 2013 حضرنا برنامج يتراوح بين الجانب العلمي والجانب الصحي والجانب الترفيهي المزمن. أيوة. الجانب الصحي كنا ضمن يوم 24 سبتمبر اللي فات يوم تبدو متعدد الاقتصاد المواسع يعني ذكروا سعد الكريم جاو يعني إدارة طب وشبه طبي وقام بإعداد خاصة سبتوا تركزوا برشا على الجانب الطبي سبتوا للمسنين الجانب الصحي والجانب الترفيهي كيف عنا قديش عندكم في الدار طقس استيعاب 55 ونحن طريق عندنا 55 20 امرأة و 35 رجل ايوه كيف عنا العوين من الإطار البشري ايوه من الإداريين منشطة الخاصية بالعلاج اللي كنعمل كيف 4 ممرضين عوين رعاية مباشرة عوين إحاطة حياتية التعامل مع المسنين خلينا نحكي بكلامنا احنا مش ناس كل تفهمنا اللي التعامل مع المسن بصفة عامة لازمو برشا وسعادة لازمو برشا صبر لازمو واحد شكون اللي يسيس وشكون اللي يسمع وشكون اللي يخدو بهواه يلزم بالحق عندكم الجانب هذايا ولا لا؟ وسعوا بالهم الزوز الله مطلع مطلعني به يوسعوا بالهم معاكم ياسر 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 ربنا ما تقولش كي سعبت كريم كي هو كي جمعت دارك كيف جيت ليلك زيد لا كي شو انتقلنا هالكم مرة في دارك لا نهار يقول لي بغرمشي ولا مشي هكا واحد ضحكي قال له تخيل كيك وكل شيء بعد مشي على روح ايه
أيوة. مش طلبني لا ما حبيت تطريده والكتع ما حبيت أيوة. اما هم الحق عاملين معنا حق يرحم والديهم يرحم والديهم يرحم والديهم وان شاء الله الفضل الكل يا زلمه صعب تكرم ونسينا البير ومش بعد لي دار ليه ليه الحق عليه ليه 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 عايش بنتي ما هو الحق تو عليه نداوي ونرقد ونلبس وانا كي نخرج للسوق يقولوا لي ماكش مسنة ايش هم يقولوا لك؟ يقولوا مسنة خاطر عايشين خمر ديارنا